أحمد عزمي قرر إنه يطلب شغل من زمايله بعد اللي حصل معاه في حياته الشخصية، وده بقى لأنه مر بظروف ما يعلم بها لربنا، لدرجة إنه وصل بيه الحال لأيام الكحرطة والتلاتة جنيه اللي كان بياخدهم مع أبلة فضيلة. بس يا ترى بقى إيه اللي حصل مع أحمد خلاه يوصل للدرجة دي؟ وإيه يا ترى حكاية التلاتة جنيه اللي كانوا ممكن يقضوه؟ وليه باسم سمرة حبسه في بيته 4 أيام؟ كل ده بقى وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. قصة أحمد عزمي بتبدأ من بعد فترة النجاح اللي عاشها وهو صغير. بدأت حياته الفنية مع أبلة فضيلة، وكان بياخد في الوقت ده 3 جنيه مرتب. بعدها بدأ نجمه يعلى شوية بشوية لحد ما وصل لمشاركة فنانين كبار زي يحيى الفخراني بعباس الأبيض ويتربى في عزه، وكمان فيلم كوبولات مسروقة اللي كان فيه من ضمن الأبطال. أحمد بعدها عاش فترة كانت صعبة عليه جدا، وده بسبب شيئه اللي راح وخد حاجات من بيت ناس ورحل عن الحياة بسبب الموضوع ده، وبدأ بقى يدخل في طريق الشرب والكيف. الموضوع ما وقفش مع أحمد لحد هنا، لا ده كمان الموضوع كبر منه على الآخر. فضل بقى يشرب لحد ما كان هيضيع نفسه، اتحبس مرة وطلع، وبعدها اتحبس تاني 6 شهور. طب يا ترى خلاص على كده؟ لا طبعا، فضل برضو يشرب لحد ما باسم سمرة عرف بالحكاية بتاعته، فقرر انه يروح له هو واخوه لانهم كانوا من اعز اصحابه في الوقت ده. وفعلا لقى احمد بيشرب بشكل ما كانش متوقعه، وعشان يتاكد انه ما بيشدش سطور خدوا معاه وطلعوا على البيت على طول عند باسم، وفضل حبسه 4 ايام لحد ما اطمن انه ما بيشدش سطور ولا حاجه، وخلاه يروح وقال له لازم تفوق من اللي انت فيه عشان ابنك ومستقبلك. بعدها فضلت الدنيا تلطش في احمد عزمي شمال ويمين لحد ما دخل في مشاكل برضه مع زوجته، ومن هنا بقى بدات الدنيا تبوظ معاه اكتر واكتر لحد ما انفصلوا. وطبعا طليته طلبت ان ابنها يعيش معاها، وفضل ما يشوفش ابنه لحد ما حضر له مسرحيه في المدرسه. وفي البيت بقى احمد داخل على مرحله انه ما بيبقاش معاه فلوس، او بيبقى معاه فلوس يا دوبك توصله، لدرجه انه بيقضي اليوم كله زي ما كان بياخد مع أبلة فضيلة 3 جنيه وبس. كل الحاجات دي خلت أحمد يفيد بيه الكيل ويوصل لدرجة إنه ما بقاش عارف يعمل إيه، لحد ما نزل بوست بيطلب فيه من زمايله شغله، وكمان بيناشد زمايله إنهم يخلوه يشترك معاهم. وبعد ما نزل البوست ده بكام ساعة، شركة المتحدة طلبته عشان يروح يمضي معاهم عقد على مسلسل في رمضان اللي جاي، وفعلا الكلام ده حصل. فتفتكروا بقى كل اللي حصل لأحمد ده كان انذار عشان يرجع عن الطريق اللي كان ماشي فيه؟